بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حلو، اسمحوا لي بس أتأكد إن الدنيا مظبوطة. طيب شباب، الشاشة ظاهرة قدامكم؟ هل ظهر الشاشة؟ رسمت مستطيل كده ظهر. حلو، طيب يا شباب نبدأ واحدة واحدة. احنا شرحنا المرة الماضية التحليل الحجمي، بدينا نقول ايه هي الكومبوننت او ايه التركيب او ايه ادوات او ايه المكونات بتاعت التحليل الحجمي. قلنا عندنا حاجة اسمها المدى اللي هو الفرق ما بين الهاي واللو، قلنا الاغلاق فين، في الجزء في فوق، في يعني احنا قلنا الاغلاق بيتم فين، في التلت، في النص فوق، في نص في التلت اللي فوق قصدي، ولا في النص، ولا التلت اللي تحت، وده كله معناه دي معنى. خدنا نماذج الفوليوم نفسها، خدنا الفوليوم نفسه العالي الالترا هاي واللو والامور دي، واستخدمنا حاجه زي البولينجر باند كمعادله رياضيه على الفوليوم عشان تقدر تفلتر لنا قراءه الفوليوم، ازاي نقدر نقرا الفوليوم. اليوم ازاي نقدر نترجم الكلام ده كمعادلات؟ ازاي نقدر نترجم الكلام ده معادلات؟ الكمبيوتر بيفهم ارقام، بيفهم شروط معينه، بتقول له 1 زائد 1 يساوي 2، يقول لك ماشي احسبها لك. هو ده الكمبيوتر بيعمله. انت كل اللي عليك انك تبدا تحط الافكار أو الجمله اللي تعبر عن اللي انت عايزه من الكمبيوتر عشان الكمبيوتر يبدا يبحث لك عنها. متفقين كده؟ فاحنا المره الماضيه اول شيء عملناه لما قلنا ان الفوليوم اعلى من بولينجر باند فوليوم، انحراف متوسط 20، انحراف 2 طلع لي الشمعة دي، فاكرين؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان انا طلعت الشمعة الالترا هاي فوليوم، فصار الكمبيوتر بيرسم بيلونها لي. بعدين قلنا لا، ارسم لي على الهاي واللو، واستخدمنا الدالة اللي سميناها احنا ساعتها فاليو وين. تمام؟ يعني استخدمنا، لان احنا خدنا قلنا فاليو وين، الدالة اللي اسمها فاليو وين، فاليو وين بتاخد واحد اللي هو اخر قيمه، وبعدين بنكتب الشرط كونديشن. تمام، بعد كده بيبان النتيجه الفاليو اللي هتترسم. جميل، فجينا رسمناها على الاكشن. يبقى ده دي داله كانت هدفنا من وراها، هدفنا من وراها ان الداله دي بتقول لي طلع لي القيمه عندما يكون الشرط. الشرط اللي احنا حددناه المره الماضيه اللي جربنا عليه كان فكره ان السعر الفوليوم اعلى من بولينجر باند 2، يعني ده معناه الترا هاي فوليوم. حلو، طيب اليوم بقى هنبدا نتكلم على بعض التركات والامور دي كلها. طيب اسمحوا لي هفتح الشات لغرض معين الان، هشرح الفكره بكلها، وبعد كده نقفل الشات عشان نبدا نشتغل. اتفقنا كده؟ عشان اتاكد بس ان كل الصوت والصوره شغالين عندهم، واضح؟ طب حلو قوي، حلو، ركزوا بس معايا الان، ركزوا معايا، مش هاخد اسئله اي حاجه، بس تبقوا انتوا معايا في بيزد اند لوجيك. لعبه الفوليوم احنا اتفقنا ايه المره الماضيه يا شباب؟ مش اتفقنا ان انا كل ما بنزل لتحت بقابل ايه؟ مشتري، وكل ما بطلع لفوق بقابل بياع. طيب قلنا لو البياع ضعيف هنلاقي الشمعات ايه؟ طويله ولا لا؟ طويله. كل ما الماركت يكون طويل ويغلق على الاعلى، ده معناه ان الطريق ايه؟ فاضي. وبالعكس، وبالعكس لو كان السعر بينزل وبيغلق على اللو، يبقى في مشتري ظهر. طب تخيل معايا كاز كونسبت، از ايديا، ان انا عندي دعم، مين المفروض يظهر عند الدعم؟ من يظهر عند الدعوم؟ المشتري ولا البايع؟ مشتري. حلو قوي. طب انا الان لما الاقي شمعه عامله كده، ده معناه ان المشتري قوي. حلو، واضحه. يبقى انا اللعبه اللي انا عايز العبها ان انا اسال الكمبيوتر الاسئله دي، انت جيب لي الشمعه اللي بتغلق عند المكان الفلاني وطولها الطول الفلاني او الدنيا دي، صح؟ طيب اتخيل معايا الان ان انت جيت عند ده وعملت كده، وبعدها جات لك شمعه عامله كده، ايه اللي حصل هنا يا شباب؟ ايه اللي حصل في مدى الشمعه؟ صار قليل. ايه معنى ايه اللي قليل؟ معنى ايه اللي حصل؟ مين ظهر؟ مين ظهر هنا؟ مين ظهر؟ انت بتضغط، مين ظهر؟ المشتري. انا عند دعم وكنت نازل، كان البياع اللي مسيطر، فظهر المشتري. لا، البياع ما بيظهرش هنا، البياع كان فوق، لان البياع لو ظهر كان المفروض يخلي يضغط السعر ولا لا؟
طيب لو كده اكتر، مين بدأ يظهر كمان؟ مشتري، حلو قوي. طيب تخيل معايا الان، المنطقي حجم التداول في الشمعة الطويلة يكون اعلى من حجم التداول هنا ولا لا؟ صح، يعني الشمعة رقم واحد، المنطقي بما انها اطول وحجم اطول واكشن اطول، المفروض ان هنا الطبيعي ان يكون الفوليوم هنا ايه، واحد اعلى من اتنين، صح؟ طيب لو لقيت اتنين دي بدأ يظهر فيها فوليوم تداول اعلى، معناها ان فعلا في سلوك صانع السوق بدأ يظهر ولا لا؟ واضح بقى، متفقين كده؟ انت ضغطت كبياع، مين اللي بتقاس قوته تحت، المشتري ولا البائع؟ مين اللي قوته اللي بتظهر؟ مين بيحب يقيس قوه مين تحت؟ مشتري. الذيل قال ايه؟ مشتري. طول الشمعه لما صار اصغر مين ظهر؟ مشتري. ظهور حجم تداول اعلى، يبقى ده كل ده اشاره ايجابيه ولا لا؟ اشاره ايجابيه. انا لما يجيني اكشن زي ده نموذج لازم اتابعه ولا لا؟ هنا في الشات بقى هنا للحظه نرجع لكم. طب انا ايه اللي قلته الان؟ لو انتوا لاحظتوا، لو انا الكلام اللي انا شرحته من شويه قلت ايه؟ كده خليك كده، قلنا شمعه، لو جينا نفصل الموضوع، شمعه طويله هابطه اغلقت في الجزء السفلي، حلو؟ ايه ده؟ هي دي الشمعة دي، هي دي خلاص، هي دي خلينا كده قشطة، دي عشان تلخبطها. ماشي، دي الشمعة ايه؟ السابقة. الشمعة الحالية بتقول ايه؟ شمعة مداها أقصر أو قصير أو صغير، مش مشكلة، لها أغلقت في التلت العلوي والفوليوم أعلى من السابق. حلو، شايفين الكلام اللي انا كتبته ده؟ انا عايز اترجمه كبرنامج او كبروجرام او كدنيا. اخش اعمل ايه؟ راح اراهن على التيكت شارت، هقول له عرض مركز الرسم البياني، لما اديك معادله مؤشر فني تقدر تضيفها عن طريق مركز الرسم البياني، اضافه انشاء مؤشر، انشاء مؤشر فني، كتابه معادله، ممكن نسمي النموذج ده مثلا في اس اي 1، او انا ما بيهمنيش دايما قبل النماذج اسمها ايه، لان خلي بالكم لو قريت كتب توم ويليامز هتلاقي ايه اسماء، تذكر روجا معدل في الاسماء شويه، مين اللهم صل عليك يا نبي، في كذا حد ستان مامبي من اقوى الناس اللي في البي اس اي، ليه حاطط بعض الشروط، بس كلها بتعتمد على اللي احنا بنقوله، على الشروط اللي احنا بنقوله. خلينا نسميها بي اس اي 1 او ستوب فوليوم، او اسميها بي، او يعني بي يعني سلوك مشتري. انا هنا قلت ايه، خلينا نرجع بس السطر ده وارجع تاني اترجم الكلام ده كله. انا عايز حاجه بقى، احنا كل اللي قلناه ايه، احنا ايه التركيبه اللي عندنا؟ واحد، المدى، الإغلاق في أي جزء، الإغلاق بالنسبة للشمع السابقة، حلو؟ ده اللي أنا محتاجه عشان أبرمج الكلام اللي أنا قلته من شوية، متفقين؟ طيب أنا أول حاجة هعملها عندي الآن هروح أبرمج كلمة المدى. يعني إيه مدى؟ يعني طول الشمع من أعلى سعر لأدنى سعر، ده اسمه المدى. فأنا هاجي هنا أقول له إيه؟ يا حبيبي، أجي أقول له يا حبيبي والدي تعال لي كده، وابدأ معايا واحد حاجه هنا، اعمل ايه؟ اجي هنا اقول له عرف لي السبريد عشان استخدمه بعد كده في اي حاجه، سبريد نقطه يساوي، وانا كده حطيته متغير، او حطيت بوكس اخزن في القيمه، هاي ناقص لو، ده معناه بقول له هنا احسب لي ايه؟ المدى، احسب لي السبريد، كل يوم كل بار اعمل لي اطرح لي الهاي من اللو يطلع لي قيمه السبريد، او ده يسميه المدى. جميل، حلو. طيب احنا قلنا عندنا سبريد كبير وسبريد صغير، طب ايه الفرق ما بينهم؟ السبريد كبير معناه انه اعلى من متوسط الشمعات السابقه او طول الشمعات السابقه، السبريد صغير اقل من متوسط الشمعات السابقه. حلو، بنعمل معادله كده بسيطه، ان احنا هنعمل حاجه ايه، هنسميها افريج سبريد، اللي هو متوسط السبريد، متوسط الايه، المدى. خلي بالك عشان ابقى مرتب الدنيا هنا،
اقدر احط اللهم صل عليك يا نبي، هو فين القوس ده عشان اكتب كده بالعربي عشان تبقى عندكم الدنيا، المدى عشان عارفين المدى، واقفل القوس بقى قلب بالاخضر، ده معناه ان انا بحط زي تعليق كومنت عشان بس ما ابقاش ناسي الموضوع. طب افريج سبريد دي ايه هو؟ افريج سبريد هو متوسط السبريد. اقول له يا ابو الشباب اهو هات لي السبريد اللي انت حسبته فوق ده كده على جنب، اعمل له نسخ ماشي واعمل كده موف يعني متوسط موفينج افريج متوسط السبريد حلو ل 20 يوم سابق بسيط. يبقى هنا انا حسبت ايه؟ متوسط السبريد، متوسط السبريد وده السبريد. جميل. انا ليه بعمل كده؟ انا بعمل التركيبه او الادوات اللي انا هحتاجها في الشغل بتاعي. طيب تعال لي اكتب هنا عشان برضو تبقى الدنيا واضحه الكل، متوسط المدى حلو. طب تعالى عايز اعرف بقى الشمعة الطويلة، يعني ايه الشمعة الطويلة؟ اللي هي فعلا اطول من المتوسط، بس اطول من المتوسط كده لا، انا هحط اضربها في قيمة بحيث ان انا اطلع الشمعات فعلا اللي فيها فرق كبير، لان بحيث يكون عندي قيمة بشكل اوضح. حاجة اسميها ايه؟ هقول وايد يعني عريضة او طويلة تساوي حاجة، اقول لها ان السبريد اللي هو ده اكبر من الشمعة اللي فيها السبريد ده اكبر من متوسط السبريد مرة ونص، اضربها في 1.5 كده انا هيطلع لي الشمعات اللي عامله السبريد او اللي عامله الشمعات اللي اطول من المدى. طيب خليني هنا هنزل كده اكتب واي عشان يرسم لي القيمه دي. انا بس انا وراك على الشات هفتح الان الشات للحظه فاهمين. انا هنا كتبت يا شباب عمال برمجت كلمه السبريد، خلي بالك دي التركيبه هنا هحتاجها في كل حاجه جايه بعد كده ماشي. انا بعرف الادوات او العده اللي هشتغل على اساسها كده، هيطلع لي اي شمعه؟ مش هيطلع لي الشمعات العريضه الطويله بس كده. هل انا شرطت لون معين؟ هل انا شرطت ابيض ولا اخضر ولا احمر؟ دي شمعه طويله ولا لا؟ اعلى من مدى الشمعه دي، اعلى من مدى الشمعه دي، اعلى من مدى. الى الان واضح؟ بقيت الشباب تمام. انا برمجت الان اول جزء في او جزء في النماذج اني طلع لي الطول المدى السبريد. نقفل تاني الشات يلا نيجي هنا كليك معادله. تعالى حبيبي ادي حضرتك كلمه دلوقتي كده يلا. انا عايز ابرمج ايه بقى الصغيره هنسميها مثلا سمول او نار ان اي ار نار وكان يا شمعة صغيرة يساوي هبرمجها ازاي؟ حاجة أقول له إيه؟ نفس السالفة، أنا عايز سبريد أقل من متوسط السبريد شمعة صغيرة مثلا 0.75 حلو؟ يبقى أنا كده طلعت بقيت بطلع الشمعات اللي كده الكبيرة والصغيرة. يبقى أنا أول شرط عندي عملته. طب نكمل، احنا عايزين نطلع ايه تاني؟ مش احنا قلنا يهمني ان نرجع لهنا اكسل، هاجي هنا اقول له الله ينور انت الان يا ابو مازن يا سكره برمجت لنا المدى، بس انا اي حاجه عايز فيها مدى هبرمج الحاجات دي كلها. طيب مثلا انا عايز شمعه رايت ناو، شمعه مداها طويل هابطه. طيب مداها طويل هابطه هعمل ايه؟ هقول له كده ايه على طول كده، شمعه مداها طويل هابط هقول له وايد ان كلوز اقل من اوبن، يبقى دي شمعة ايه؟ شكرا انا اسف امتي سوري خد ليه تشغيل نارو يساوي سبريد. طيب وايت اهو لو كده وايت، بس في غلط ليه؟ غلطت فين؟ ادي سبريد يساوي كذا نارو، فين غلط؟ ثانية واحدة عشان شكله تكر شارت هنك، ما عندناش غلط هنا المفروض. في حاجة في الاستكر شارت نفسه.
اهي كده مظبوطه. حلو، في بس حاجه في التيكت شارت. نرجع تاني، هقول له وايد اند كلوز اقل من اوبن، يعني انا كده طلع لي الشمعات الطويله والشمعه حمراء. شكرا. حلو، يبقى انا طلعت المعادله الجزء ده او برمجت. طيب، طب انا عايز اطلع حاجه تانية، عايز اقول ايه؟ ان الشمعه الحاليه صغيره والشمعه السابقه هي الطويله. تقول له كده، فاكرين الداله اللي كنا بنقولها؟ نارو، اكتب كده نارو، الشمعه الحاليه اهي. ان ريفرنس، اكتب وايت ماينس 1، ده معناه ان الشمعه السابقه ايه؟ طويله والشمعه الحاليه صغيره. ان كلوز مثلا، ان سوري، ريفرنس كلوز ماينس 1 اقل من ريفرنس اوبن ماينس 1. يبقى انا شمعه صغيره اهي الحاليه، ودي الشمعه السابقه طويله ولونها احمر. اقول له اوكي، يبدا يسيرش يدور على حاجه اهي. شايف الشمعه دي هنا؟ اهي شمعه طويله الاكشن، اهي شمعه سابقه طويله وشمعه حاليه صغيره. تشات لو واضح الان اكتبوا لي واحد. حلو، طيب نيجي للجزء الثاني. ايه الجزء الثاني؟ الجزء الثاني بيقول ايه؟ انت عايز ايه؟ الاغلاق في اي جزء، يعني ايه الاغلاق في اي جزء؟ دايما احنا الشمعه لسه بدات منصوب. طيب انا يمين يا اغلقت في الجزء اللي فوق هنا التلت اللي فوق، يعني الاغلاق هل يعني انا عندي الهاي واللو اهو، انا عايز اعرف هل انا اغلقت تحت هنا في الجزء في التلت اللي تحت ولا في النص ولا فوق؟ فانا معناها هقسم الطول عندي تلات تلات، تلت وتلت وتلت. حلو، تلت وتلت وتلت. طب تعالى لي، يعني ايه نقسم تلت وتلت وتلت؟ انا عندي ادي الشمعه وادي المسطره بتاعتي، مش ده اعلى سعر، ده الاعلى. وده الأدنى، وأنا عندي الإيه؟ الإغلاق. أنا مش محتاج الأوبن، إحنا قلنا إغلاق في أي جزء الإغلاق. أنا هبدأ دايماً الموضوع ببساطة، حاجة أشوف أو أقيس المسافة ما بين الكلوز واللو، أطرح القيمة دي من القيمة دي. لو القيمة هنا كلوز أقل من اللو، القيمة دي كده اللي هي دي كده، المسافة دي بالنسبة للطول كله هي كام في المية؟ بالنسبة للطول كله هي كام في المية؟ يعني لو هي بالنسبة للطول ده كله مثلا فوق 60% 70%، يبقى هتكون مغلقة فين؟ فوق. تمام؟ يعني بقيس، بجيب نسبة ده على نسبة ده رياضية، بسط مقام عشان أطلع كام النسبة ما بينهم. فبرمجها ازاي؟ تعالى لي. في نفس المعادلة، مش سوري، في نفس الكومنت. هنقول له ايه؟ اتس مش هحصل ده خالص. يلا هنقول له مثلا توب بار او ايه، او نسميه توب بار مثلا، توب بار عند القمة، توب بار يساوي مثلا. هنيجي نقول الآتي، بنفتح قوس عشان انا هعمل قسمة حاجة على حاجة، كلوز ناقص لو اللي احنا من شوية عملناها، اللي هو المسافة ما بين الإغلاق للو. طب ليه ما قلتش لو ناقص كلوز؟ أو ليه؟ طب ممكن يتغير، ما الكلوز دايما أعلى من اللو أو يساويها، ما فيش أكتر من كده. حلو؟ كلوز ناقص لو، وأجي هنا أقسم على إيه؟ هاي ناقص لو اللي هي معروف، اللي هو أنا النسبة دي كام في المية؟ تمام؟ لو أعلى من 70% مثلا، او خلينا نقول احنا مش قلنا 3 3،
يعني 33% فوق يبقى 66، يبقى بوينت 66. يبقى ده معناه ان الشمعة دي بتغلق فين؟ في الجزء العلوي، يعني ده الجزء العالي. طب تعالى لي ماشي يا ابو الشباب، تعالى نكتب الكلام ده اللي انا كتبته ده كده. انا ممكن اعمله كده برضه عشان عندكم كريفرنس. اغلاق في الجزء العلوي. طب الان انا معاك، تخيل بقى معايا، ايه رايك لما تجيلك شمعه واي طويله ان تبان، يبقى الشمعه دي اغلاقها فين؟ في الجزء العلوي، نحطه في وسط النقطتين. يبقى انا عايز الشمعه دي اغلقت في الجزء العلوي. نفتح الشات بس اشتركوا معايا. موافق كده؟ هيبدا يديني الشمعه فين؟ بص دي شمعه اغلقت في الجزء العلوي ولا لا؟ طب تعالى ركز معايا الان، انت لو عندك شمعه، لو عندك دعم وظهر لك شمعه اغلقتها الجزء العلوي وهي وايد بار، دي اشاره قويه ولا لا؟ صح؟ حلو؟ اشاره ممتازه ولا لا؟ ده ليه؟ 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 ليه اشاره ممتازه؟ ايه معنى انه يطلع يغلق على الجزء العلوي؟ يعني مين اقوى؟ مين ظهر هنا؟ مين اقوى هنا؟ حبيبي منصور. ايوه شفت ازاي احنا عمالين نترجم الكلام لشويه معادلات. نكمل؟ نكمل؟ طب يلا. الان انا ابو مازن، انت الان برمجت الجزء العلوي، طب فرقت ايه؟ خلي بالك احنا قلنا كده ايه؟ التوب بار او الهاير بار اللي هو ده ايش توب؟ هاخد نفس الكود ده كله زي ما هو كده. هسميه هنا مثلا ايه؟ داون بار. هقول نفس المسافة بس انا عايزها كام؟ اقل منين؟ اقل منين هنا؟ 33% صح؟ مظبوط؟ يبقى انا كده اغلقت فين؟ اغلقت فين كده؟ في الجزء الايه؟ السفلي. تعالى عايزين نجيب حاجه، انا ما ضفتش معادله. تعالى هنا معادله، دايما اي داله انت تحطها عايزها تقوم واخدها كده عرفها تحت لوحدها. تعالى داون بقى، خلي بالك انت ملاحظ ان ده كل ده بيغلق في الجزء السفلي، اغلق تحت تحت تحت. شايف دي ما ظهرتش، دي ما ظهرتش، دي ما ظهرتش. حلو. يبقى انا الان ده اللي اسمه عندي الداون بار، اللي هو البار اللي بيغلق في الجزء السفلي. طب اغلاقك في الجزء السفلي لو انا عندي مقاومه معناه مين ظهر؟ انا بياع بدا يظهر. حلو. يبقى الى الان انا كده، الى الان عملت ايه؟ نرجع هنا بقى اللاين، ترجمت الجمله الثانيه، ترجمت الجمله الثانيه. طيب تعالى لي نروح للي بعدها، الاغلاق بالنسبه للشمعه السابقه. يا سهل حاجه حبيبي، حاجه شفتوا ده كده، هنسميها ابر وداون بار، بيسموها كده في البي سي، ابر وداون بار. كلوز اعلى من ريفرنس كلوز، الاغلاق السابق ماينس 1 يعني ده الاغلاق السابق، يبقى ده بنسميه ابر. داون بار دي ان كده بار يساوي كلوز اقل من ريفرنس كلوز، سميها من ايه؟ داون بار. شكرا بقى عندي فيه. انا هنا كتبت التركيبه. طب احنا فاكرين ان المعادله بتاعت الفوليوم اللي كنا كاتبينها؟ تعالى لي يا ابو الشباب، انت ايه اللي انت محتاجه؟ ادينا حاجه اسمها الايه؟ فاكرين الالترا هاي فوليوم؟ الترا فوليوم يساوي مثلا كنا بنقول فوليوم اكبر من بولينجر باند توب اهو صح؟ فوليوم 20 فاصلة اس. يبقى انا كده ايه؟ انا كده انا كده برمجت الالترا هاي فوليوم صح؟ وعايزين نبرمج برضو ممكن نقول اللو فوليوم. اللو فوليوم هو فوليوم قليل، احنا عارف بعدين بنحتاجه في ايه. اللو فوليوم هنقول له الفوليوم اقل من، فاكرين؟ اقل من متوسط فوليوم 20 اس
للفوليو. انا الان صار عندي العده كامله بتاعت ان انا اقدر ايه ارسم واشتغل وتبقى الدنيا عندي تمام. لو واضح الان اكتب الواحد. نلون وترسم زي ما انت تبي، مش هتفرق معاك. طيب نقفل الشات، تعالى نرجع بقى للنموذج اللي انا قلته من شويه. ترجمه لي ببساطه: شمعه طويله سابقه اغلاق في الجزء السفلي، الشمعه الحاليه تغلق في الجزء العلوي، اللهم صل عليه كده، والفوليوم هنا اعلى من هنا. حلو، خليني كده على جنب كده. يلا انت قلت لي شمعه سابقه طويله، شمعه سابقه، شمعه سابقه، يبقى انا عندي ريفرنس وايد، يبقى دي الشمعه السابقه طويله. حلو كده، تو حاجه لونها احمر كلوز. لا انا عايز اغلق كمان في الجزء السفلي، يعني انا عايز ان يعني ايه الجزء السفلي؟ يعني داون بار، يعني ريفرنس اند ريفرنس، اهو افتح قوس داون بار ماينس 1، يبقى انا كده قلت انها تغلق في الجزء السفلي. حلو قوي، تمام. الشمعه الحاليه بقى ابو الشباب، الشمعه الحاليه بقى دي بتغلق في الجزء العلوي، بتغلق في الجزء العلوي، يعني يا ابو الشباب عندي توبار شمعه حاليه. جميل، وعايز الفوليوم هنا حق اليوم اعلى من فوليوم امس. حلو، انا الان برمجت نموذج كامل اهو. اقدر هنا باي ذا واي اقدر الون، اقدر احط شرط، احط اللي انا عايزه، يعني لو قلت مخصص اكبر من صفر يعني الشرط محقق، ممكن احط صوره. خلينا ناخد صوره بس عشان ايه الدنيا تبقى سهله. ودي سهم، اسفل، موافق، موافق، فيها كده بس واضيفها مره تانية عشان بس تكون ايه مؤشرات اخرى، مؤشرات خاصه بيسين. شوف زوم، انزوم 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 انزوم، خلينا نشوف الاماكن اللي بتظهر فيها النماذج ازاي. شايف النموذج هنا ظهر، شايف هنا ظهر، حلو، هنا شايف، هنا هنا ظهر، هنا في ارتداده، ارتداده، ادى اكشن، ادى اكشن. لو واضح الان تمام. بص ده مجرد نموذج سيت اب بسيط جدا، فرمجنا فكرته وطلعت الفكره دي. لو تمام اكتبوا لي واحد. طيب طيب حلو قوي، حلو. طب تعال نقول نتكتك شويه، نصعب الدنيا شويه، نصعب الدنيا، نصعب الدنيا لتر اوف بيت شويه. ادي الاكواد اهي كمان. ادي كود اهو، ايفون الميتنج، شكرا. دي التركيبه كامله. طيب الان خلينا نسال بقى شويه اسئله كده، اسالكم في الشات عشان نبدا نبرمجها، اسالكم في الشات نبرمجها. لو انا عايز ابرمج اختراق، انت عايز الشمعة تغلق فين؟ الاختراق الصحي، عايز الشمعة تغلق على اللو، تغلق على الهاي، صح؟ يعني عايز شمعة ايه؟ يعني يعني اكتبوها لي كده وانا معاكم، افتح لكم الشاشة دي بس تبقوا فاهمين. يبقى انت ايه الدالة اللي انت عايزها الان؟ امسح كده. يبقى انت عايز ايه؟ توب بار ولا لا؟ توب بار دي بتقول لك بتغلق على الهاي، صح؟ طيب هل عايزها شمعه صغيره ولا شمعه طويله؟ يا شباب شغال يلا قولوا معايا، يعني انا اقول له اند واي ده صحي. طب ليه واي؟ ليه واي دي يا ابو ساره؟ كل ما تكون الشمعه، ما هو الاختراق بيقول ايه؟ ان في حد صانع سوق دخل كميات، يبدا ليه صغيره؟ لو صغيرة معناها إن في حد من قبله اتخلف. أنت اختراقك لازم يكون شمعة طويلة بتشيل عروض، بتشيل أكشن. تمام؟ مفيش بياع. مين اللي يقول الكلمة دي؟ التوب بار والواي. ده نموذج بيقول إيه؟ يعني أنا لما يجي لي توب بار واي، مبدأ كده. معناه توب بار واي معناه إن إلى اللحظة دي مين أقوى؟ يعني الجملة دي مين أقوى هنا؟
مشتري صح؟ تمام؟ تعال نتكتك يعني تراك بسيط. اول المحاضره اتوقع مين سالني على شمعه ان اختراق هاي او لو شمعه الفوليوم؟ مين قال لي؟ مين كان بيسالني؟ استاذ جمال؟ استاذ جمال انا هفكر معاك فكره. مش فاكرين احنا المحاضره الماضيه قلنا ان احنا حضرنا مستوى كده، قلنا هاي شمعه الفوليوم ولو شمعه الفوليوم صح؟ طب ايه رايك بقى لو لقيت الماركت بيخترق تاب فوق بشمعه طويله وبيغلق فوق؟ يبقى مين ظهر؟ مشتري. حلو قوي، حلو حلو. تعالى نبرمج الكلام ده. احنا قلنا ايه؟ عندنا هتخلي حاجه اسمها اب في، بس اب في نقطه يساوي، قلنا ايه فاليو وين، وافتح قوس واحد، قلنا ايه انا عايز الشمعه يا ابو الشباب اللي البولينجر باند فيها اعلى، اللي هي دي اللي الفوليوم اعلى، تطلع لي قيمه مين؟ الهاي صح. طب انا الان لما اجي اقول كده توب بار وفوليوم، وجيت قلت الان اند، بس بقى كلوز عند حاجه اسمها سوري كروس، كروس يعني قطع، قطع يعني شيء قطع شيء، كلوز قطع مين؟ ده معناه يا شباب معناه ان انا عندي مستوى بتاع الهاي فوليوم كده، والماركت طلع سكر، الشمعة سكرت على الهاي والفوليوم دخل. فكره ولا مش فكره؟ طيب نزود تريك اختراق. انت يهمك في الفوليوم انه يزيد ولا يقل؟ حلو، يعني ممكن اقول له ان في اكبر من ريفرنس في ماينس 1. شكرا، دي فكره. لو قلنا موافق تعال نجربها نشوف هتعمل ايه. وكذا اكيد، بس ان احنا عندنا في المؤشر ما عندناش، مش لاقي حاله، مش نموذج. طب خلينا طب نشيك عليه. One second. وانشاء مؤشر فني جديد. توب بار اند وايد اند كلوز كروس بي 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 اند فوليوم اكبر من رايت بي بي. مش عنديش ولا واحده الى الان مدينا نفس الشرط. لا يوجد مخصص. صح. اكبر من صفر صورة سهم أدنى أسفل. أدي واحدة تانية، أدي واحدة، واحد اثنين ثلاثة واحد. إيه رأيك يا شباب؟ واضحة؟ حلو. أنا كل اللي بعمله ده الآن يا شباب ببرمج او بقول الكونسبت بتاع برمجه الفوليوم، اللي هي لعبه الفوليوم كلها. هي لعبه بنسميها احنا لعبه الفولاتيليتي، او لعبه بيسموها ايه اللعبه العربي الفولاتيليتي، الذبذبه، او ان انا اعرف الفرق ما بين بقيس قوه المشتري قوه البائع عن طريق طول الشمعات والاكشن بتاعها. لو واضح الان اكتبوا لي واحد. انسخ أنا آسف. كل دي نماذج أبو سالم في الشغل. يعني أنا عندك نموذج زي اللي إحنا برمجناه ده استراتيجية، لو استراتيجية مثلا جيدة لما يكون في مناطق فوليوم. يعني نديك مثال، فاكرين كنا بنتكلم، فاكرين وقت اللياقة المحاضرة الماضية؟ تتذكروا وقت اللياقة علقنا عليه المحاضرة الماضية؟ فاكرين وقت اللياقه صح؟ انا كنا محللين وقت اللياقه الفوليوم وطريقه الاكشن انه ايجابي، يبقى دي كانت اشاره دخول ولا لا؟ انا كل اللي قلته هنا يا شباب، كل اللي قلته ان انا برمجت اداه تقرا لي انها اخترقت مقاومه فوليوم عالي، اغلقت على الهاي يعني البياع ضعيف، السبريد واسع يعني الاكشن. فكنا كنا هنا عمل بريك اوت ودخول وصعود لفوق. لو واضح الان اكتبوا لي واحد. حلو؟
ده نموذج من نماذج الاختراقات. نتكتك شويه يا ابو مازن. طيب نقفل الشات بس عشان الناس بتبقى زعلانه مننا. طيب في نماذج كتير عندنا، في عندنا حاجه اسمها السيلينج كلايمكس. ايه نموذج السيلينج كلايمكس؟ اللي هو بنسميه احنا ذروه البيع، ان شمعه طويله بتطلع على الجزء السفلي، فوليوم تداول الترا هاي، ده اسمها الترا، ده السيلينج كلايمكس. طب تعالى نبرمج السيلينج كلايمكس. السيلينج كلايمكس زي ما قلت لكم فكرتها ايه؟ ان انا عندي حاجه اسمها ان الماركت بينزل بينزل، فحصل تسارع في النزول، شمعه بتبقى طويله تسارع وبتغلق في النص او في الجزء العلوي بعد مرحله هبوط. حلو؟ والفوليوم اللي فيها ممكن يبقى هاي او الترا هاي، بس عشان نسهل الدنيا هنقول ان احنا هنبرمجها الترا هاي. طب الشمعه دي بتغلق فين يا ابو مازن؟ بتغلق الشمعه دي بتغلق في المنتصف. جميل؟ طب تعالى نبرمج الكلام ده كله. هنيجي الان مش مؤشر دلوقتي، الان انا هحاول ابرمجها، هاخد نفس كود ده كله نسخ. تابع اسميها مثلا بي اس اي اس سي سيلينج كلايمكس اللي هي ذروه البيع. خلي بالكوا ذروه البيع ده مش نموذج للدخول، لا هو نموذج بيقول لك غالبا الموجه انتهت، فلما يجي بعد كده اختراق او سبرينج او الحاجات دي كلها اشاره جيده. طب انا قلت ايه من شويه؟ يلا كنا بنقول ايه من شويه؟ بار هابط، يعني هو بار اغلاقه اقل من الاغلاق السابق مثلا. تمام؟ ده اغلاقه اقل من الاغلاق السابق، يبقى ده معناه انه بار ايه؟ هابط. طب البار ده ايه؟ طويل ولا قصير؟ وايد اند وايد. حلو. الان بيعمل ايه؟ طب ده البار ده بيغلق يا ابو الشباب، بيغلق في الجزء العلوي. الان يبقى كده اهو، فين الجزء العلوي اللي هو اب بار؟ سوري توب بار اهو، بيغلق في الجزء العلوي. جميل. ويغلق فين؟ او في المنتصف. يعني ايه او في المنتصف؟ يعني هنسخ نفسي لو انا كده هطلع فوق بس ابرمجه، عشان كنتش ببرمجه هنا ميدل. الميدل بيقول ايه؟ نفس المعادله دي. بس اقل من 66 ان نفس المعادله اعلى من 33، يعني ده بيغلق فين؟ في المنتصف. حلو؟ يبقى انا عندي هنا كده، فاجي هنا اقول له اور، انا يا بيغلق في الجزء العلوي، اجي هنا اقول له توبار، او ان انا عندي حاله من اثنين، او ميدل. الجزء ده بيقول كده. طيب عند ايه الفوليوم ماله؟ انا عايز الفوليوم الترا فوليوم، عند اقول له كده الترا في. يبقى انا الى الان كل اللي قلته ان يا ابو الشباب انا عايز الماركت نازل، البار بيغلق في الجزء العلوي، الفوليوم التداول، اغلاق اقل من الاغلاق السابق، البار طويل، كل دي اشارات للفوليوم. لسه هنضيف حاجه ثانيه، بس خلينا نعمل كده، نضيف على الشارت ونتك شويه على بعض الحاجات عشان نجيب حاله التشابه. هنا اداني بار صاعد، بس انا مش عايز البار الصاعد، انا عايز البار الايه؟ الهابط في النزول. قلت كلوز ايه؟ انا اسف، كلوز اقل من كلوز ماينس 1 تعملها 1. ماشي. اند كلوز اقل من اوبن. ده غالبا المفروض نشوف بار زي ده كده. حلو اهو، احاول اشوف بار منطبق على الشروط دي اهو. بار فوليوم الترا هاي فوليوم، ادي بار زي ده. طب انا عايز اجيب البار، لا يكون نازل نزول شديد لتحت، او عامل تشبعي بيعي. يعني عايز يكون البارات بس يديني النموذج ده لما يكون فيه تشبعات بيعيه،
ممكن استخدم حاجه زي مين؟ الار اس اي، اقول له كده كده اند ار اس اي 7 اقل من 30. يبقى انا هنا قلت له انا عايز اجيب حاجه دقيقه شويه زي كده. بص هنا كتب نهايه ممكن اهي سيلين كلايمكس بدا يظهر بعد التهديد. نماذج 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 اهو واضح شباب. لو واضح الى الان تقولي واحد ده نموذج السيري كلايمكس اللي هو بيقول ان في غالبا الموجه بتخلص بتريح انتهى الموجه غالبا هيظهر فيها ايه؟ اكشن. طب تخيل بقى معايا لو ده جالك سيري كلايمكس وجا وراها اختراق لفوق، ايجابي ولا لا؟ حلو؟ يبقى انا كل اللي بعمله شايفين عملت ايه؟ مجرد ما برمجت الاربع خمس سطور اللي فاتوا عمال ابدل الافكار واحطها واشغلها مع بعض. هات اللي بعده. لو واضح الى الان اكتبوا لي واحد. طب تعالى لي. في نموذج عندنا بقى، في نموذج بنسميه احنا الباك هولدنج. في نموذج بنسميه الباك هولدنج، ايه الباك هولدنج ده؟ ده نموذج بيبقى بيسموه زي عصابات كده، تبديل الشنط. مسجله استدغال مسجله. طيب ايه باك هولدنج؟ باك هولدنج دي نموذج فكرته الاتي، انه بار صغير صغير، يعني ايه؟ وايد ولا نارو؟ مع نقدر نعمل كل ده، ما احنا الى الان هنطبق كل التركات مع بعضها. يلا نارو. حلو حلو قوي. يعني انت هنا بتقول لي نارو، نارو دي معناها شمعة ايه؟ صغيرة. الإغلاق ايه؟ حلو. انت عايز شمعة نارو صغيرة والفوليوم ماله؟ الترا. انا عايز شمعة فيها فوليوم الترا، اجي اختار هنا كلمة الترا. فين الترا؟ ادي الترا. حلو قوي. طيب ان انت عايز اغلاقها يكون على اللو، يعني داون بار او اور. انا لازم لما يجي لي حاجتين زي بعض لازم احط من اور وافتح قوس كده ميدل. دي معناها ان الشمعة دي ايه؟ انا الى الان داون بار اور ميدل. حلو. طيب يفضل ايه يكون؟ قصدي يعني الاغلاق، احنا قلنا داون بار كده انا مظبوط. طيب المهم عندي هنا شايف دي كده، ادي الشروط اللي عندي: الترا هاي فوليوم، شمعة صغيرة، داون بار اور ميدل. بس انا يهمني انها تكون عند دعم، صح؟ الناس اللي فاهمه فوليوم عارفين ان يهمك انها تكون عند دعم. طب ازاي اجيبها عند دعم؟ ايه المؤشرات اللي بتقرا لي الدعوم والمقاومات او بتقرا لي ان في تشبع عند دعم؟ مؤشر ستوكاستيك مثلا. الله ينور عليك اهو يا ابو ساره. ستوكاستيك مثلا 5 3. بولينجر، ممكن تقول ان البولينجر يعني هي كلها مؤشرات، يعني انا ممكن اجي اقول هنا ستوكاستيك 5 3 مثلا، ار اس اي 3 انت ستوكاستيك اهو كده، ستوكاستيك اهو 5 3 مثال. او ايه يا شباب؟ او انت عايزه عند البولينجر باند السفلي مثلا. انا بحاول اسهل الدنيا، الان لما يجي لي نموذج بالشكل ده يبقى ده مهم عندي ولا مش مهم؟ طيب من شويه حد من الشباب قال لي، قال اللي قاله حد من الشباب اللي من شويه قال ايه؟ قال يا ابو مازن انا عايز مش لما النموذج يظهر، لما يخترق الخط العلوي بتاعي يديني اشاره الدخول. خلينا نجرب الاول لما النموذج يظهر وبعدين نضيف الثانيه، ماشي؟ كده نوافق. ده كده النموذج، شايف هنا النموذج ادي فوليوم. فوليوم خلينا ناخد حاجه داتا كويسه. لسه فين؟
الترا هاي فوليوم شمعة صغيرة عند دعم. حلوة؟ واضح؟ تمام؟ طيب أنا مش عايز النموذج، أنا عايز لما السعر يخترق هاي النموذج، أعملها إزاي؟ أديكم معادلة النموذج الأول. الله ينور عليك، أدي معادلة النموذج. هاجي هنا أجي أعمل كل اللي أنا عايزه، كل اللي أنا عايزه الآن أكتب إيه؟ فاليو وين، وافتح قوس واحد كذا، ده الشرط اللي متحقق. حدد لي إيه يا أبو الشباب؟ حدد لي هنا إيه؟ فاصلة. الهاي بتاع الشمع، أنا الآن حددت الهاي، خلينا نقول إيه مثلا عشان يعني ده قيمة هحفظها في القيمة دي، خلاص. أنت عايز تدخل إمتى؟ لما كروس كلوز الاي اي، يعني معناه ان الاغلاق يشيل ايه؟ الهاي. يعني الحين انا كتبت هنا الشرط كامل، طلعت لي شمع، حددت الهاي، قلت لما السعر هنا يخترق لفوق اعطيني اشاره واضحه. اه بص هنا، يعني بص احنا خلي بالك كنا عند البار ده صح؟ شوف البار ده يظهر، وضحت اهي. لو تمام الى الان اكتبوا لي واحد. النماذج في يعني اسماء النماذج كتير جدا، في التو بار ريفرسال، في التو بي، في السيلينج كلايمكس، في الباك هولدنج، البار ريفرسال، في 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 حاجات كتيره قوي من الاسماء، بس كلها لا تختلف عن اللي احنا قلناه، ماشي؟ لو تمام الى الان اكتبوا لي واحد. طيب نعمل تركه كمان، نعمل لعبه حلوه. طيب عندنا حاجه كنت برمجتها لكم قبل كده، كنت برمجتها فكره السبرينج. ايه هو السبرينج؟ السبرينج هو الكسر الوهمي، ان انا اكسر ليفل زي ده كده واطلع اعمل ايه؟ لفوق. حلو. هو مين بيظهر هنا؟ مشتري. حلو قوي، حلو قوي. طيب نرجع نعمل تريك مع بعض. ايه اللي انت محتاجه عشان توصل للتركيبه دي؟ محتاج تحدد قاع، صح؟ مثلا ارامكو زي ده، ده قاع، محتاج احدد قاع، صح؟ واحد، اتنين، الشمعة اللي كسرته اهي، شايف الشمعة دي؟ مش دي الشمعة المفروض شمعة سلبية واغلقت على اللوفة يا بياع؟ لو طلعت اغلقت فوقها يبقى ده اشارة مين ظهر؟ مشتري. حلو؟ يعني انا الان هبرمج او هعمل، هديكم المعادلة انا بحطها كذا مرة في القناة التليجرام، اللي هي فكرة ان انت تطلع قاع تكسره لتحت. لا مش بالزجزاج. ليه؟ عشان تقدر تعمل لها باحث. ما بستخدمش الزجزاج، بستخدم ايه يا شباب؟ بص في التحليل في حاجة اسمها الفراكتل. ايه الفراكتل بيقول؟ الفراكتل بيقول ان قاع شمع اقل من شمعتين يمين وشمعتين يسار يعتبر ايه؟ قاع. تمام؟ قاع شمع يمين شمعتين يسار نعتبره ايه؟ قاع. فلما بحدد القاعده بحط خط، بقول له يا ابو الشباب حدد لي الشمعه اللي كسرت القاعده. جميل. طيب ما انا ما حددتها، روح حدد الهاي بتاع الشمعه دي. خلاص الشمعه دي اللي اسمها ايه حددناها، هات لي هاي ايه. بقول له لما السعر يطلع يتجاوز الايه اعطيني الاشاره. واضح؟ لو واضح الان اكتبوا لي واحد. برمجها، انا برمجها قبل كده وحضرتها لكم هنا، بس هنتك نحط شويه تركات على كده. انشاء مؤشر فني جديد، كتابه هنسميه سبرينج. سبرينج عشان بس يبقى واضح. ممكن كل شيء ممكن شباب. احنا الان بنبرمج حاجات عشان تفيدك في القراءه والتحليل، ماشي؟ انا الحين كتبتها، قلت له ده وين. هنا برمجت المعادله بشكل معين عشان هي اللي هي فكره الفراكتل،
برمجتها بشكل معين عشان تنفع تتحول كمعادله. انا هنا الدي دبليو دي حددت بها قاع ايه؟ حددت بها قاع ايه؟ القاع اللي انا عايزه. ماشي؟ وجيت هنا قلت له الهاي اعلى من الدي دبليو والكلوز اقل، حدد لي الهاي. ده معناه ان انا حددت مين؟ الشمعه دي، حدد الهاي. وجيت قلت له هنا يا ابو الشباب لما السعر يكسر فوق الشمعه دي اعطيني اشاره، ودني الفوليوم يكون اعلى من الفوليوم الايه؟ السابق. تمام؟ طب ايه رايك بقى نرجع تاني نلعب نفس اللعبه كده، نروح نعمل حاجه حلوه. طب حبس، هنروح ننسخ الكلام اللي احنا عاملينه فوق ده كله عندنا في المعادله السبرينج ده عشان نستخدم العده كامله. انت يهمك في ده يكون السعر هو طالع لفوق. خلي بالك بقى معايا، السعر هو بيعدي الليفل بتاع السبرينج، يفضل يكون ايه؟ يغلق على الجزء العلوي ولا يغلق في النص؟ علوي. حلو قوي. انا حاجه هنا اقول له ايه؟ تبار اهو. حلو. يهمك يفضل يبقى وايد ولا صغير ولا نارو؟ وايد. حلو، شكرا. برمجت المعادله الان. انا هنا لو قلت له موافق هيبدا، انا هبدا اطلع نوع معين من السبرينج اللي هو زي ده، شايفه؟ بسم الله. شايف ده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ايه رأيكم؟ تستاهل؟ صح؟ طيب اقدر الان ابو مازن ممكن نضيف، ممكن لا، هنا مش محتاج تضيف الاستوكاستيك او الار اس اي لان انت اوريدي جاي من كسر قاع. طب تعالى نعمل حاجه، هو الكلام ده ابو مازن ينفع يتحول، نعمل له نسخه بس اقول لكم كود كده، ينفع احوله استراتيجيه فنيه؟ يعني استراتيجيه فنيه؟ يعني ابو مازن الان اول نموذج انت برمجته اللي هو احنا قلنا اول نموذج كان ايه؟ توبر ووايد وكلوز على اب فوليوم فوليوم ده، وقلنا ده اللي بريك اوت صح؟ بريك اوت، وقلنا الباج والسيلينج كلايمكس والكلام ده كله. تمام؟ هعطيكم الاجابات. اقدر اجي هنا اقول له اتجاه معادله، شكرا كده هتحول لاستراتيجيه فنيه. هقدر اروح السيلينج كلايمكس، يعني انا ما بهتمش كتير بالسيلينج كلايمكس بس ممكن لو عايز تطلعها. هنا الباك هولدنج، انا مش برضو ما بدورش ان هو بيخترق الهاي، بدور ان في باك هولدنج، يبقى انا محتاج احرك على خير كده بس. عملت ايه؟ فاليو ان امشي يا فاليو ان يا وحش. هاجي هنا اقدر اقول له ايه؟ حول معادله سبرينج، حول ايه؟ انا الان اللي عملته كتبت الموضوع ده كاستراتيجيه فنيه. تعالى لي بقى اروح هنا صغر ده كده خالص يا ابو الشباب يا اسطوره. تعالى لي هنا، ممكن نعمل حاجه كده شكلها لطيف وبيغني وبيقول بابا وماما اهو. اقدر اجي هنا رايت كليك تعديل، احذف كل الكلام الزحمه دي خالص مش عايزها. اتجاه طلب، شلنا الكلام ده كله، موافق؟ يلا حاجه هنا اقول له ايه؟ يلا استراتيجي. ايه رايكم؟ مش انتوا شايفين النموذج زي النموذج بتاع السبرينج جيد؟ احنا ممكن اقول له هنا يا عمنا الاستراتيجيه الفنيه، انا عايز الاسهم الان اللي عامله في اس اي مثلا، اي نموذج في اس اي اللي هم ايه يا شباب؟ يعني كل النماذج دي مهمه بالنسبه عشان اختصر بس. في اس اي بريك اوت اور او يعني اور باك اور سبرينج طلع حالي. اقدر الكلام ده كله اقول له عليه يومي، ساعه، اربع ساعات، زي ما انت تبي. متفقين؟ خلينا نقول على اليومي واقول له اوكي، هيقول عايز تضيفها، اقول له ضيفها لي يا ابو الشباب. هتبدا تظهر لي هنا، المفروض لو النتيجه تظهر تبدا تظهر لي هنا في المكان اللي زي ده. شايفين؟ فولس وترو، ممكن تعمل رايت كليك تقول له تطبيق تنسيق شرطي صح وخطا اهو. بدا يعطيني اسهم، ايه رايك؟ ايان اهو، مطبق ولا مش مطبق؟
جدولت اللي طبعا استعملها وسائل صناعية. كل دي ايه رايك في علم؟ كل دي ادوات جيده ولا مش جيده يا شباب؟ شوف انا برمجت منصه سريعه خلاص، انا ممكن هنا اقول له تصفيه، شيء تصفيه بيس ايه انشر استراتيجيه ماليه بيس ايه اكبر من صفر موافق، واجي اقول له هنا بي اس اي طلعت لي الاسهم. تمام يا شباب، وضحت الفكره بطريقه سلسه بسيطه، تديك اكشن، تديك رؤيه معينه. لو واضح تقولي واحد. طيب جاني سؤال ونختم بيه الحين يا شباب، اي نموذج تحليل حجمي، لا البرق السريع ده نموذج تاني، اي نموذج تحليل حجمي ما يختلفش عن الاربع حاجات اللي انت قلتهم، او قصدي المعطيات سبريد افريج وايد الترا لو ابر، كل ده هو دي التركيبه. اقرا اي كتاب اي حاجه، ركب الشروط دي على بعضها عشان عندك النموذج. متفقين؟ لو تمام اكتبوا لي واحد. طيب جه سؤال من شويه بيقول يا ابو مازن انا ازاي اقدر اقرا الاتجاه؟ في حته طرق كتيره جدا جدا للاتجاه، مدارس كتير. المفروض ان ده اسهم، وخلي دايما يعني هو لو اعطاك فرصه زي مثلا النهدي، مثلا النهدي، شوف النهدي ده دخول، وقف خسارتك فين؟ اللو، وقف خسارتك ادنى سعر، شكرا. تمام طيب ما عنديش داتا والله استاذ احمد على السوق المصري النهارده، ليش الداتا مش موجوده عند تيكت شوب؟ طيب هجاوب بس على سؤال اتسالته من شويه اللي هو ابو مازن انا ازاي اقرا الاتجاه؟ زي ما قلت لكم في طرق كتيره للاتجاه، المتوسطات للاتجاه، في المومنتم، في الار اس اي ممكن تستخدمه للاتجاه، الار اس اي ممكن تستخدمه ليه؟ للاتجاه، ال 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 الهاير هاي وهاير لو، الماك دي كتير كتير كتير. انا بس هقول لكم على طريقه بسيطه تقدر تساعدك في قراءة الاتجاه بطريقة سلسة بسيطة جدا. ايه هي؟ ان انت باختصار بص على متوسط 50. لو متوسط 50 سي سي اي اي حاجة، متوسط 50 اتجاهه لفوق، تمام؟ اتجاهه لفوق يعني لما يكون مايل يكون ده اتجاه صاعد، سهلة. يعني سعر فوق ال 50 ويكون اتجاه متوسط ال 50 صاعد، ده نسميه هنا ايه؟ صاعد. بس دي طريقه سهله. طب ازاي تبرمجها ابو مازن؟ تمام؟ نروح هنا اقول له ايه؟ استراتيجيه فنيه، نسميها اتجاه كتابه، اتجاه انا قلت ايه من شويه؟ كلوز اكبر من مين؟ اقدر هنا اختار متوسط سمبل اكسبوننشال، خلي اكسبوننشال مش مشكله 50 اند متوسط ال 50، قيمه متوسط ال 50 اكبر من مين؟ لا ممكن اكبر من 200 او اكبر، لا او انا هسهلها، اكبر من القيمه السابقه، ماشي؟ اند القيمه السابقه اكبر من اللي قبلها عشان بس ما يبقاش فيه ايه؟ فعلا الوقت سلوب ان اكبر من قبلها قبل نصين، شكرا. ده كده بالنسبه لك اعطيك الاتجاه صح. ايه رايك في ان حلو زي الفل ولا ايه رايك في الاختراق؟ جميل. علم، علم مثلا، علم مثلا كسام عندي دعم زي ده جيد ولا مش جيد؟ تمام يا شباب وضحت. لو وضحت اكتبوا لي واحد. اتمنى ان انا اكون وضحت بطريقه سهله ان انت تقدر تركب كل التركيبات دي. خلينا نعمل كده، نعمل حاجه حلوه ثانيه واحده عشان نحطكم في القناه. ابو مازن، ومن ابو مازن؟
عدلات المحاضرة الثانية الاختراق لوحدة. استنى عشان وانا معاكم كده عشان ما انساش. ادي السيلينج كلايمكس. هجاوبكم. كل دي البريك اللي انا المنصه هبعت لكم المنصه على بعضها. لو قعدت اشاره دي اشاره. باك هولدنج. ثانيه واحده جاوب. انا مش شايف اي حد بيكتب اي حاجه. انا عمال احط الاكواد عشان ما انساش حاجه. السبرينج. السبرينج. حلو. هدف القناه معادله المسار الصعب. شفت ازاي ان انا شفتك عشان بنسى. عزونا شباب السن خلاص شيبنا. وين يا ابو ناس؟ ادي معادله المسار. وينها حبيبي سلام. هرسلها رسالة. انا برسل لكم بس المعادلات عشان تبقى عندكم الموضوع. التعديل الفاصل الاتجاه استراتيجية فنية. عادي معادلة. حلو. نزلتها في القناة من منصور فري PSA. لو واضح بالنسبه للكل اكتبوا لي واحد. هتنزل المحاضره على وش اسمه هذا على اليوتيوب. تمام. انا بس بحاول وانا معاك احط كل الملفات في الجروب عشان الناس ما تزعلش مني. ديسكتوب. ادي منصه مجانية. لا هي ما هم كلهم انا دمجتهم لك في معدل. ابو سالم لو عايز حاجه نسبه نجاحها كويس خليك في السبرينج. السبرينج سهله عند دعم يعني نسبه مخاطرتها قليله تقدر تشتغل عليها. تمام. وتشتغل اي سوق ما دام عندك حبيبي. والله انا ما خلص اللي اي سوق. الكونسبت واحد يعني. انا طبعا ما عنديش عملات دلوقتي. اي سوق اي فكره انت كل عليك اختار السوق هتشتغل معاك. تقدر تضيف الان تشتغل ايه. تمام. اتمنى اكون وضحت الامور. اللهم صل عليك يا نبي. باذن الله. معادل الهدف الاول. الهدف الاول هتحدده ازاي؟ طيب ما الهدف الاول هو المقاومه الاولى. جميل. الهدف الاول هو المقاومه. اول مقاومه تقابلك ريح نفسك. دي معود نفسك على المقاومه الاولى. في حاجات كتير يا جماعه. ما انا ممكن الان نتعمق اكتر وبرمج وقف الخساره وبرمج الهدف وكام ده كله. بس يعني محتاج لنا وقت طويل جدا. انا بس كان همي ان انت الان صار عندك اي تركيبه. يعني بص انتوا معانا صح؟ وين التليجراف؟ يعني لو انا عملت كده بص ظهر عندي ظهر عندك ظهر عندكم الشاشه ظهره بيس اي باتر مثلا. انا بكتب بسرعه جدا. بيس اي باتر كمثال رولز. يلا شوف انا معاك اهو. دي مثلا دي بعض الافكار او النماذج اللي مكتوبه في تحليل الحجم. نموذج زي ده يلا بيقول لك ايه. نارو كاندل هتختارها ايه؟ حطها على السؤال. خليك في اليوم يا ابو سعد. دي هنكتب هنا الشرط نارو والجديده وايد رينج كان كلوز اباف ذا هاي والاغلاق اعلى منين؟ يعني انا دي بس عشان ابرمجها وانا معاك اهو. روح اعمل كده. يلا كل اللي انا هعمله هقول اضافه اهو جديد
انشاء جرين، سواء مثلا جي اللي هو اللي لسه شايفينها، هناخد نفس الكود ده، نفس الكود اللي انا عنده جيت كده هلغي اخر سطر. يعني انت قلت لي ايه الشمعة السابقة ايه؟ ريفرنس نارو وايد اند توب بار، شكرا. لا انت غير اند توب بار كمان، وقال لك كمان ان الاغلاق اعلى من هاي امس. يعني ريفرنس نارو اهو ماينس 1 اند وايد اند توب بار اهو، وقال لك ايه كمان كاتب اند كده دي اند انا اسمه اند، كاتب لك هنا بيقول لك ابو الشباب ده and wide range candle close above the high of the small candle، يعني اغلقنا and close above reference high minus 1. شكرا. يبقى انا هنا برمجت ايه؟ نموذج. هو اهو النموذج الجديد اهو، ادي النموذج تك 1 2 اهو صح. خلاص كل اللي عملته ايه؟ عدلت سطر واحد، وده كان هدفي، يعني ده التارجت اللي انا كنت عايز اوصل له، ان انت الان اي حاجه افتح النت تدور كل الموضوع هتلاقي كلها ايه؟ تركيبات، نماذج. لو قريت كتاب بتاع اتوقع بيسموه ده الستوب بار، ستوب بار ليه شركات كتيره، مرفين ليه نماذج كتيره بصار عيوني. تمام. اتمنى ستوب بار يعني بس هنا مثلا ده لينك ده هنا ماركت فوليوم، ماركت فوليوم بيديك بعض النماذج، بص هنا شارح بعض النماذج ايه تقدر تبرمج كل ده قابل انك تبرمج. لا ليه هيطلع سهل، اتاكد عندك من هنا اتاكد من هنا مختار السوق السعودي. حلو. الشمعة الملونة هي نفس شارت الشمعة الملونة دي، شارت يا شباب. يعني انت الان مش احنا من شوية احنا حطينا الشروط اهي، خلينا نقولها دي، انا عايز اعمل دي شمعة ملونة، هروح هنا معدلة اختار هنا مخصص اقفله وفتحت هتتغير، المفروض تشتغل معاك لو تكتب شارت. لا يبقى انت محتاج ما اشتغلتش لسه، اقفلها وشغلها تاني هتفتح معاك. هنا تقول له اكبر من صفر وقول له تلوين الشمع مثلا احمر خلاص او ازرق، هيلون لك الشمع اللي تبيه. طيب خلينا نسال سؤال وبعد كده عشان نختم واخد لو كانت تشار تحت الشمع ده مجرد اشاره ان دي نماذج يا ابو سالم. اسمع الفيديو تاني يا ابو سالم هتبقى عارف ان دي نماذج، بعض نماذج التحليل الحجمي اللي احنا قدمناها المحاضره الماضيه. بقية الشباب في استفسارات أخرى؟ هذه قناة التليجرام، يعني أنا يشرفني إنكم تنشروها. تمام؟ هيكون عليها شباب هيحطوا لينك اليوتيوب. المفروض تظهر عند كل الشباب، ما دام ظهرت عندها هتظهر عند كل الشباب. يشرفني إنكم تنشروها. هيكون الفيديو عليه على اليوتيوب. هيظهر في كل التفاصيل. هنحاول نظبط الاسبوع الجاي كمان محاضره ثانيه. هل انتوا عاجبكم فكره ان احنا ناخد حاجه في التحليل الفني ونبرمجها والامور دي كلها، ولا نتعمق شويه في التحليل الفني؟ ماذا تفضلون؟ هي انا ما غيرتش حاجه. يلا طيب خلينا نعمل ايه حبيبي ابو سهل؟ الله يسلمك. طيب خلينا المحاضره الجايه هدور لكم على موضوع برضو ونبرمجه. كل فكره نتكلم يعني لنفرض مثلا المحاضره الجايه كمثال حبينا نتكلم عن الفيبوناتشي، بعض استراتيجيات الاستخدام الفيبوناتشي مثلا ونبرمجها، يعني ازاي تبحث زي البرق السريع، ازاي تطلعه وازاي تستخدمه واستراتيجيات وكل دي كلها. ممكن واحده واحده انا هحاول كل اسبوع اغطي موضوع. تمام. طيب والعرض على راسي. طيب نغطي نقطة، انا من شويه برمجت
ما انا من شويه يا طويل العمر والسلامه في السيلينج كلايمكس هنا برمجت اختراق اللي هي الفاليو وين. عشان اشطبها هاي سوري هامور اب. احنا قلنا كده هنيجي نعمل كده ادي اب في اللي هي فوليوم حاجه اقول له ادي فاليو 1 هقول له بس كده كلوز سوري كروس اهو كلوز مع الاب في يبقى ده اختراق ايه؟ العلوي الفوليوم العلوي نعمل كده بس برضه عشان الدنيا مظبوطه لو في يساوي ناخد نفس الثانيه فاليو دي واقول له لو جميل ده هامور ده الاب في شاء انشاء معادله كتابه هامور داون في داون في برضو تقول بريك اوت لفوق اهو انت عايز كسر اللو فوليوم من تحت وبرمج لكم السوبر سوبر ماكتو انا برمجته قبل كده سوبر تمام كده انا برمجتي بص لازم معايا ده يكسر نموذج من تحت فوليوم داون من تحت وده الهاي بتاع عشان الفوليوم من فوق متفقين؟ وضحت؟ وبرمجه لكم كمان العرض والطرد لو ممكن انت كلمه عرض والطرد من برمجه ما عنديش مشكله موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحط المعادلات أحط المعادلات عشان الناس ما تزعلش مني اختراق قاع شمت الفوليوم حلو طب استاذ غانم ممكن عندك التليجرام بتاعي ابعت لي على التليجرام الخاص بيا ارسل لي على التليجرام الخاص بيا دلوقتي انا عندي التليجرام صح انا عندي التليجرام اهو لان انا التليجرام عندي ده التليجرام الخاص بيا اهو انا مقفل خاصية رسائل والله ممكن والله ممكن انا شكرا استاذ هدى اخبار هذا شكرا شكرا استاذ غني ده ارسل لي رساله الان المفروض يوصل مش والله مش مكفر حاجه بس انا ممكن يكون ايه ممكن من غشيم بص طيب انا هبعت لك استاذ غني ما هو كمان ممكن تبعت لي على ال 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 انا هو انت ما كاتب لي انا مظبوط كده انا غلطان طيب خلاص تمام التمام طيب بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير هنفع الفيديو على يوتيوب ونبدا نظبط يشرف انكم تنشروا القناه وتعملوا ريتويت للتويته والفيديو موفقين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.